هل يجوز أن يكون الإمام في المنتصف منتصف الصف ويكون المصلين عن يمينه وشماله بسبب الزحام في المسجد؟ لا بأس بذلك أن يكون الإمام في وسط الصف، لا بأس. أو يكون المأمومون عن يمينه وهو في طرف اليسار، لا بأس. ولكن الأفضل إذا كان المكان واسعا أن يكون أمام المصلين، هذا هو الأفضل.